العقل الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود في البداية باسم المملكة العربية السعودية أن أحييكم جميعا، ويطيب لي أن أتقدم بالشكر الجزيل للحضور الكريم، كما أشيد بالجهود الصادقة التي يبذلها القائمون على الحفل، وأخص بالشكر سعادة المستشار الدكتور محمد سعيد على الدعوة الكريمة وحفاوة الترحيب في أرض الكنانة ومصر العروبة. السيدات والسادة، اسمحوا لي بأن أحيي وأشيد بروح التعاون والتفاهم بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، والتي ساهمت في التوصل إلى العديد من الاتفاقيات من شأنها إحداث طفرة في مستوى العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين. فلقد اتفقت مصر والسعودية على تنمية وتعزيز أواصر التعاون المشترك في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وعلى رأسها قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار والزراعة والصحة والتعليم والنقل والبترول والإعلام والبيئة، وذلك ضمن برنامج التعاون بين البلدين في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والتي بدورها تعكس الروابط الأخوية الوثيقة التي تربط بين مصر والمملكة العربية السعودية.